كامل على الدار هذه وقال لي هي مسكره كل فيها في الواحد هذا يعني ولد بلاد مفروض أن ندخل جريت ما ونصور ونوثق ونعطي للناس. صحيح. هذه من ما يش. تحصل فائدة وقت اللي تعمل هيك. تعرف تحصل فائدة للجميع. تخوف الكل من إنه كان الدنيا دنيا تبدأ مفتوحة حتى للسواح. بطبيعة الحال. باش تكون مزار سياحي. الثور خلاص. كانت الطفعة تكون هنا. معنى التاريخ. وراوي كان علاش علاش حطوها في الظرف الضبط. خلاص هذا من شنو وشكون. نورمال مو يجي والسواح وتبدا عندها بروشور وفيها لمحه تاريخيه على كذا وعلى التاريخ نتاعها والقضاة اللي تداولوا هنا وتتوزع تبع السيركويت توريستيك بالضبط. شو الحاله اللي هي فيها هذه؟ تعرف شنو هي هذه؟ هذه دار القاضي. هي دار القاضي اللي يحط فيه نساء يحط فيه نساء الغربانه وكل شيء. دار عدل. دار عدل. الجامع نتاعو هاو كلو. دار عدل. الجامع توا وتوا ما خذته عباد ساكنه فيه. عندك البريمير ايتاج تابع للمجلس. كيف كيف؟ معناها مسكوك. تسيب كبير. عندك من هنا بالجهه هذه. محتلين. وقع دي ترانسفورماسيون هما عاودوا بناوا وسدوا. كنت فما تابعه. ايوه تجي تشوف المثال الاصلي. الحقيقه حاله الثلاثه عندك الصيانه كما حتى المتحف ديال امبري توا هذا اسمه ريبريز في بانتور. هذا مش تراث هذا توا هذا مش تراث. تراث ومسلمين فيه. معلم تاريخي هو راهو كل شيء بعد هالثوره المحنونه كل شيء لا هو من ظهر ظهر من قبل انسر تماما انسر تماما قال له قلنا فك لاجندا 21 حكينا قلنا نعملوها سونتر ريجيونال دو لوديو فيزوال بور لي جون باهي اوكي جابوا لي زورديناتور من عند فرنسا استعملوهم في الانتخابات بعد وين الانتخابات ونعرف وين مشاو من بعد فما هنا كلكو زاد تفرج دي تورنومون تاع ليدي والفكره وما كانت من الاول وحكينا في الاجنده 21 وين مشاو لي زورديناتور سونتر دي فيزيوال وطرحنا اقتراح اخر باش يكون سونتر دو لا ميموار دو سو هاي هذه خي ديجا وسائل اللي تعمل فيه انت مثلا يجي لهنا نورمالمون يجي اول ثاني يجي لهنا دراسات نتاع المعمرين جي لهنا فهمتني دراسات الجامعيه كل ما هو مكتوب على سوسه شعر تاريخ بحث اثر مسرح سينما يتجمع جي لهنا تولي اي معلومه تلقاها هوني على سوسه توا يجيو الطلبه بداوا حيرين طيب ربي عطينا كيفاش كانت المكتبه الجهويه كان دار شباب ثم حي شباب مرة نورتو انا جو سوي بور من لا ميموار دو سوس تولي باهي فكره باهي. ديجا حتى نحلوها نطفوها ومام تون تخدم ديزانيماسيون تخدم ديزانيماسيون بور فير فالوار سيت ميموار بور ميتر اون فالور سيت ميموار ما تكونش كان هذه افكار مزيانه لازمها تطبق اخويا طارق مش تطبق لازمها مجلس بلدي قوي ثم ناس تطبق القانون فهمتني يلزم ناس مش تتعارك على المناصب تتعارك على مصلحه البلاد تتعارك على افكار هدامه افكار هدامه هذا يخدم القبه يحاول خاطر خاطر القبه يلزموا يبريزوا ناسين بلادهم وحاطين في مخهم حاجه بروجرام انويال يلفوها شيف سيرفيس فهمتني انا رايي هكا باش نقول لك ما تنجمش تمشي مسرح بلدي بعون وزوز خدام بروجرام انويال نستناو كيما اليغار دو تونس عون محل عشان نستناو قدام الوحدة انا نص ساعه انا نص ساعه نستناو في سيت نص ساعه هذا عون مره اخرى انا حاضر جاو سواح ما خلاهمش يدخلوا عليه؟ قلت له علاش؟ مسخوا في صورتنا. قلت له علاش؟ خليهم يدخلوا عاد شبيب. لازم مذن يقول. يا ودي شرف لينا. مرضى بالمذن ومرضى بال. ويعرفوا بحضارتنا ويعرفوا بالارشيتكتور التونسية. ما يهموش الحكاية. قال لي لا عندي اوامر ما يدخل حد. عنده اوامر ايوا هاك دخلنا فيها. معناها بين اللوفر ولا كنت دخلوا برك الزلاف. صف منا البط. حتى نقول لي الاوامر ياخذوا فيهم من جهه الناس. قال انا اوزر انا سي با فوندر نوتر بي ها اليوم تاو تفاقوا فما دو ليني افريكان بداو باش يسوقوا فهمتي مازال مازال عندنا دوز ليني المغرب محتل افريقيا تو المغرب اللي كانت تتبع فينا كيفاش تعمل احنا ما نحبوش راهو مش ما يتفقناش احنا ما نحبوش المسرح نتاعكم احنا بلادنا تمشي بالتوالي ثم المغرب عندنا ريزون في فيلمي 20 فيلم
لي بلاتو دي تحكي على المغرب في 40 مسلسل يخدموا لبلادهم فهمتني هنا الناس فدت يقعد البط ويستنى في الماتريال تاعو 6 شهور وزاره الاقتصاد وزاره الامن وزاره الدفاع كل الناس كل تاع وزاره المملكه الدوله فهمتني يقعد من بين الاوراق لا ناب هنا فترة لا ناب نعملوا لها في البيبيسيتي انت تعملها وكانت حياتك اي 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 باش نمشيو نصوروا في المتحف لا يستنى رخصه رخصه يا صور جمال كبير صور الرباط ما بعت الرخصه احنا جماعه ما باش نتكلم على الرباط تمشي باش تاخذ رخصه علاش ماشي سي جراف راهو تمشي انت ولد بلاد تصور توثق الرباط يقول لك لازم رخصه ومن تونس مش حتى من سوسه من تونس وتعمل مطلب وتعدي 20 تستنى وما تجي لهنا معناتها بصراحه كل مجعول باش يعطل يعطل البلاد ويعطل الناس ويعطل حتى تقدم البلاد بصفه عامه تابع لي تقدم والازدهار نقصيو فيهم السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه دار العدل. وهكي دار الشرع. دار الشرع. كان يا ما كان. كان. سلفاني حاضر هنا ونعم في عركة. كانت أجمل بقعة في سوسة هي هذه. وأجمل مكان في سوسة كان فيه سيودة قدم وكان إيش عملوا؟ كسروا كل شيء وعاودوا. وعندي ما يثبت اللي يحب يجيني نوريه نوريه. هو وقتها ولد حومتي وخويا مش فاهمني شنو نتحدث جا ضدي وقتها يعارك وين عارك في في رئيس البلدية تعرف كانوا سيود هنايا ما تلقاهمش خير من تاع برد احنا نحينا تراثنا في سوسة انت الدروج اللي كان هنايا هذا ابوه كان هنايا الدروج اللي كان هنايا تحفة من تحف سوسة وقعدة قديمة ما حضرتوش الدروج كيفاش وين مولود انت ما حضرتش الدروج كان دروج هنايا وقت اللي الدور فيه دوره بالله الذي لا اله الا الله هذا اللي تعملناها احنا في البلديه هذا البيبان هذوما وما يجيوش هكاك وغالطين اسمعني انا كي دخلت البلديه تعلمنا من ناس قدم ناس قول ريتك البارات اللي كانوا في البحر ما تفكرش فيهم هاي. البارات تعرفش دي المهمه اللي كانوا يقوموا بها هذاك كان تشد الرمل الرمل كان ما يتعداش شوف احنا شقرينا من عند الناس اللي كانوا قبلنا وش شبعنا من اسيدي هون اعطيك حاجه جيب لي حاجه في القصبه تو تثبت الماضي وانا عندي ما يثبت وكي نتكلم نعرفش نتكلم تعرف القصبه دق دق الكل تا انا اعطيك انا يعني كي جاو يعملوا في المتحف كي جاو يعملوا في المتحف اه مش ولا مش ضربوني كي جاو يعملوا الباب نتاع المتحف اللي عنده 600 عام لو هو قدام الولايه قعدت قداش من سنه مطيش غادي صحيح ولا غير المتحف ما خلاه حتى حاجه تثبت للماضي فهمت الماضي اللي كان تثبت للمتحف الكل تقدقو كان كله ايات قرانيه دايرك هكا المتحف فهمتني نحاو منه الايات القرانيه فيش دخل الايات القرانيه نحكي نحاو كله كي تدخل من اللور في الباب اش تلقى باب عثماني كي عملوا الحبس من بعد اش تلقى الدوله الفاطميه من بعد مش تلقى كان حبسه بعد لاني قلت لك عندي 64 عام ما خرجش من الدين شو تقول لي حبس؟ انا ما كنتش الحبس وصورت دخلت مدام عواني فيش الحبس صورناه والحبس موجود وقلت لي كيفاش دخلت؟ لقيت قرار كلمت وقت المدير حبيبي دخلنا وعملت بحث تعرف حب تلقى الخدمه نتاع المدينه في تونس وكيف كاهلي من باريس دخلوه بعد إيش نقول لك مش نتكلم اني ضدك ولا تقول لا ما عنديش مشكله عليك ولا نقد لا لا كي تنصوروا حاجه نصوروها بحقيقه ما نجم وكا لا كي نصوروا حاجه نصوروا بحقيقه لما يتلموا الناس المدينه اللي تحكي عليها راهي ماهيش هذه اي ما تفهمني ريت الباب هذا ما كانش هذا باب كان سامب ودار الشرع كان يدخلوا لها من داخل يخليها والحبس هذا كانوا يمشيوا تحت لا انت لاني نحكموا على الماضي والحاضر لا ثم ناس تخدم وثم عندها واحد اذا كان يلموهم ويخرجوا يقولوا كان كيف برا اطلع برا كل شيء طيب يستوقع دار الشرع اللي ده كله انظر حاجه اللي تهدمت ومشات لازم نحاول نشرحوها مانيش نعاودوها ريت البقعه هذه البقعه هذه كل ريتها هذه تعمل عليها هكا كتاب فاهمين ريت دار ابو زفاره ريت هكية هكية فسدوها مش كانت هكا ريت المغادي ريت المغادي لا خاطر بقعة قيادية بقعة قيادية هذه نتاع فاهمين فاهمين كان البي اللي الممثل البي لهنا وفي السلطة الفرنساوي لهنا تحدث كيفاش البي كان يدخل منين كان عنده باب سري من تاني باب البي ما يدخلش من هنا القايد ما كانش يدخل من النار
كان يدخل من جهه لمغادي، وكانت عنده حرس جمهوري مغادي وحده، حرس نتاع الجايه لكن الصبايحيه، كان يدخل من تالي وكان يطلع فوق البيوت نتاع حموني وما يكشفش على هذه البقعه، هذه تعمل عليها كتاب قديم. عندك دبلومه؟ عندي كل شيء. ايه تعطينا خلينا نبينوا. نورنا مال. نورنا. ها وقعدت سلفاني. شو خذيت الوثائق وخبيت عندك. سي بشير تفضل. اعطيني خلينا نصور وراح وتحكي. سيادة اجي احكي وصور. باهي باهي، نعمل معك برنامج مطولة.